تهافت آلاف السياح إلى نيكاراغوا لمعاينة مشهد فريد لذوبان الحمم البركانية داخل جبل مصايا في ظاهرة لا يمكن متابعتها سوى في بضع البراكين حول العالم. ويعتبر بركان مصايا الواقع على بعد 20 كيلومترا جنوب العاصمة مناغوا يعتبر من البراكين النادرة حول العالم، حيث تتشكل فيه باستمرار تكتلات من الحمم البركانية المتوهجة. ويقع البركان الفريد من نوعه في منطقة تضم أكبر عدد من السكان على سواحل نيكاراغوا المطلة على المحيط الهادئ، وهي المنطقة التي تعد جزءا من محمية تبلغ مساحتها حوالي 50 كيلومترا مربعا، حيث تنتشر فيها حقول شاسعة من الزهور البيضاء التي تتخللها الحمم البركانية المتحجرة. هذا وسمحت حكومة نيكاراغوا 4000 سائح بالاقتراب من فوهة البركان خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك على الرغم من حصر الزيارة ببضع دقائق بسبب الغازات السامة المنبعثة. ويحظى بركان مصايا الذي شهد آخر حالة ثوران كبيرة عام 1772 يحظى بهالة أسطورية غريبة، حيث كان الهنود الحمر القاطنون بالمنطقة يسعون إلى تهدئة غضب البركان من خلال التضحية بأطفالهم، وذلك في محاولة منهم لإرضاء إحدى الساحرات التي يقولون بأنها تعيش في أعماق الأرض. Lo vamos a respetar aquí de todo. Oh, okay.